يونايتد المتصدر على ضيفه ساندرلاند 3 أهداف مقابل هدف واحد، ومانشستر سيتي حامل اللقب على مديرته نيوكاسل بالنتيجة في ذاتها يوم أمس في افتتاح الأسبوع 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذه النتيجة حسم لاتسيو قمة الأسبوع 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم مع ضيفه إنتر ميلان بفوز متأخر وبهدف من دون رد. ورفع لاتسيو إلى ألمانيا، حيث قلص باير ليفركوزن الفارق إلى 9 نقاط مع بايرن ميونخ المتصدر بفوزه الكبير على ضيفه هامبورغ 3 أهداف من دون رد في قمة المرحلة 17 والأخيرة من ذهاب الدوري الألماني لكرة القدم. وبرشلونة المتصدر مع ملاحقه المباشر أتلتيكو مدريد في قمة الأسبوع 16 من الليغا الإسبانية في مباراة يتوقع أن تشهد إثارة في ظل مشاركة 2 من أبرز المهاجمين على صعيد اللعبة، وهما الكولومبي راداميل فالكاو لاعب أتلتيكو والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف البارسا. وستكون بكم إلى أخبار الرياضة. حقق أبطال الأرز لكرة القدم الشاطئية إنجازا كبيرا بعد فوزهم على أبطال أوروبا 6 مرات منتخب البرتغال في بطولة كوبا لاجس بنتيجة 5-4، وانتهى الشوط الأول بهدفين. لبنان يشارك للمرة الأولى في هذه البطولة، وهو أول فريق من الشرق الأوسط ينال هذا الشرف. وضع فريق كورينثيانز البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية حدا للهيمنة الأوروبية على كأس العالم للأندية، وفاز على فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي في إطار نفسه حرم منتاري المكسيكي فريق الأهلي المصري من تكرار إنجازه بالحصول على برونزية مونديال الأندية لكرة القدم بعد فوزه عليه بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم أيضا لتحديد